وعندهم المك يمشي لهم تحت 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 الدار كامله، راه شي نهار غادي يطيح هذا الموبل. مازال كاين شليج بزاف الفوق غادي يطيح بزاف تاع الشليات، حتى الطيور عندي البارطمات كلهم الشليج ديالهم غادي يطيح. ما حال الله خسرنا عليه 4 مليون بس صلحنا وقادينا والناس ما بغاو يصلحوا ما حتى حاجه. الشليج الفوق في الطيور راه طايح كاع بزاف والله العظيم بالله. السلام عليكم اخويا. خويا الله يجازيك بخير، عندي واحد المشكل هنا ديال الماء ديال القوات ديال هذا الموبل هذا، وما بغات الدار اللي ملاصقه معايا وطلبناهم ما بغا حتى شي واحد يصلح، راه وراثه. دابا كيفاش دابا عاودنا المشكل من جديد الناس باش يفهموا القصه ديالنا؟ مالين الدار الجيران الجيران طلبناهم قلنا لهم صلحوا القوات ديالكم حتى واحد ما بغا يصلح. وعندي ضرار هنا كيطيح لي الشليج في الديور الفوق والشليج هنايا، والمحل واقف ما خدام ما والو، وطلبناهم درنا حتى الوثائق طلبناهم وقلنا لهم صلحوا ما بغاوش يصلحوا ما حتى شي حاجه. شي عندهم 5 سنين ولا 6 سنين وحنا كنطالبوا فيهم، قال لك سير دير اللي بغيتي ديرو ديرو، المهم حنا راه ما غنصلحوش. وخويا انا راه مضرور هنايا، انت شوف عندي هنايا وعندي جليج وعندي جليج في الديور، جليج الفوق في الديور راه طايح كاع بزاف والله العظيم بالله. الا جليج عندي الفوق في الديور كله طايح. شنو درتي دابا؟ شنو درتي دابا؟ ودرت اخويا شكايه وما باقي ما ردوا عليا ما حتى شي حاجه، مشيت للجامعه مشيت للمقاطعه ما كاينه حتى شي حاجه. باش يصلحوها ديالهم، انا ما بغيت نصلح حتى شي، انا عندي انا كل شيء مصلوح، الدنيا نقيه كل شيء نقيت. ما حال الله خسرنا عليه 4 مليون بس صلحنا وقادينا والناس ما بغاو يصلحوا ما حتى حاجه. هادشي راه كله كان جديد، سبقت وقاديت هادشي كله عاود طاح ليا هنا اخويا. الناس اللي ملاصقين معاك هما اللي عندهم الدار ديالهم. وعندهم الماء كيمشي لهم تحت 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 الدار كامله، راه شي نهار غادي يطيح هذا الموبل. ومشيت وعلمت به النوبه الاولى والنوبه الثانيه وعشرات الخطرات وانا كنعلم. الماء كيمشي للماء ديال حاشاك ديال القواد الحار كله كيمشي لهم تحت الدار. لا انا عندي انا الدنيا هنايا، هما خصهم هما. انا مقاد شغلي، عندي السواري عندي المسائل عندي كل شيء ناضي، هما اللي عندهم الموبل ديالهم راشي اخويا خصهم يديروا شي حل. يعني الدار كامله قلتي لينا الجليج كامل كيطيح. الجليج كتصبغها كطيح. الصباغه كنصبغ كطيح لي الصباغه، كيطيح لي الجليج، كيطيح لي كل شيء. وعيت ما نطلب فيهم حتى واحد ما بغى يدير معايا شي حاجه اخويا. مشيت عند مولات الدار وعند قال لي اخويا سير دير اللي في جهدك ديرو، حنا ما غنصلحو ما والو، حنا وراثه ما يمكنش لينا نصلحو. قلت له قال لك شيطيح هذا الموبل عاد باش غادي نتفاهم. واخويا انت كتشوف راه دويت مع المسؤولين ومشيت للجماعه ومشيت انت عندي وثائق باش مشيت عند الناس ديال الجماعه ومشيت عند الناس ديال المقاطعه ما داروا معايا حتى شي حاجه. خويا قال لك سير تنجيو نشوفو، جاو شافو قال لك تنهضرو معاهم راه ما داروا معاهم حتى اللي كيعيطوا عليه ما كاين حتى واحد. خرجت اللجنه شافت هادشي ولكن اخويا حتى شي واحد ما دار حتى شي حاجه. هادشي اخويا راه عندي هنايا شي سنين تقريبا هو هكا هادشي. انت باش دعيتهم انا راه شي 3 سنين باش داعيهم وما كاينه حتى شي حاجه. وبغيت نخدم المحل ديالي وانت عندي وليدات وعندي هادي. لا ما عمرو خدم، كان في واحد السيد ملي خواه لينا وصلحناه عاد باش خوينا هذا المحل، خوينا ب 80 مليون باش خوينا هذا المحل، وملي صلحناه وقادينا هاد الناس ما بغاوش يتفاهموا معنا، ما بغاوش يصلحوا لينا ما حتى شي حاجه. ودابا تبيعوا الشيء اللي باغي ندير فيه يعني هنا بغينا نخدموا المحل. بغينا نخدموا المحل ولكن ما يمكنش ليا نخدم المحل وهذا الشيء اللي فيه اخويا، راه صعيب على الناس وصعيب على صعيب بزاف اخويا على هاد الناس هادشي. مازال كاين شليج بزاف الفوق غادي يطيح بزاف تاع الشليج. حتى الديور عندي البارطمات كلهم شليج ديالهم غادي يطيح. عندي الموبل ديالنا كله خاوي، ساكنين فيه الخوت هنا راه كلشي شليج كيطيح والله العظيم. الا شليج كلشي ديال الكوزينات وديال هادشي كلشي، وعيت ما نهضر اخويا ولا لا اله الا الله، ما كاينش اللي عقل علينا وما كاينش اللي تسوق علينا. والله يجازيكم بخير، والله يجازيكم بخير، والله يرحم الوالدين. المسؤولين باش انهم يجيو ويتفقدوا هذا. واخويا الله يجازيهم بخير، الا بغاو يعاودوا يجيو ويشوفوا هذا الشيء
راه مرحبا، راه اي وقت انا هنايا تيقول لك غنجيو غنجيو غنجيو، حتى واحد ما كيجي عندنا وحتى واحد ما كيطل علينا. بالنسبه للناس اللي جيناكم ما قدرتش انك تصيفط شي جيران اخرين؟ والو والو، عيت ما نهضر، لحت عليهم العار وطلبناهم وقلنا لهم حنا نتعاونوا معاكم الا كنتوا باغيين تصالحوا، ما داروا معنا حتى شي حاجه. باغي نتعاونوا معاهم الا كانت شي حاجه، ولكن راه ما كاينه حتى شي حاجه خويا، ما باغيين يصالحوا ما والو. عندهم القوادس من السطح حتى للزنقه، كلشي مفرقعين وكلشي كيعطيونا الماء، وكتصب الشتا كيولي هذا الماء كيخرج لي انا من الحيوطه الا صبات الشتا. دابا راه مازال ما كاينه لا كاين يديو لي الحيوطه بزاف، لا في الطاجات البروميان والدوزيام والتروازيام تيندي لي هذاك الشيء بزاف كاع. ورعيت ما نهدر وما كاينش اخويا، انتوما لقيتكم الله يجازيكم بخير، جيتو خديتو معايا الغرض. الله يرحم لك الوالدين والله يجازيكم بخير. بارك الله. عندي الموبل ديالنا كله خاوي، ساكنين فيه الخوش هنا، راه كلشي جليج كيطيح والله العظيم، الا جليج كلشي ديال الكوزينات وديال هادشي كلشي. وعيت ما نهدر اخويا، ولا لا اله الا الله، ما كاينش اللي عقل علينا وما كاينش اللي تسوق علينا. والله يجازيكم بخير، والله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. واخويا الله يجازيهم بخير، الا بغاو يعاودوا يجيو يشوفوا هذا الشيء راه مرحبا، راه اي وقت انا هنايا تيقول لك غنجيو غنجيو غنجيو، حتى واحد ما كيجي عندنا وحتى واحد ما كيطل علينا. بالنسبه للناس اللي جيناكم ما قدرتش انك تصيفط شي جيران اخرين؟ والو والو، عيت ما نهضر، لحت عليهم العار وطلبناهم وقلنا لهم حنا نتعاونوا معاكم الا كنتوا باغيين تصالحوا، ما داروا معنا حتى شي حاجه. باغي نتعاونوا معاهم الا كانت شي حاجه، ولكن راه ما كاينه حتى شي حاجه خويا، ما باغيين يصالحوا ما والو. عندهم القوادس من السطح حتى للزنقه، كلشي مفرقعين وكلشي كيعطيونا الماء، وكتصب الشتا كيولي هذا الماء كيخرج لي انا من الحيوطه الا صبات الشتا. دابا راه مازال ما كاينه لا كاين يديو لي الحيوطه بزاف، لا في الطاجات البروميان والدوزيام والتروازيام تيندي لي هذاك الشيء بزاف كاع. ورعيت ما نهدر وما كاينش اخويا، انتوما لقيتكم الله يجازيكم بخير، جيتو خديتو معايا الغرض. الله يرحم لك الوالدين والله يجازيكم بخير. بارك الله. عندي الموبل ديالنا كله خاوي، ساكنين فيه الخوش هنا، راه كلشي جليج كيطيح والله العظيم، الا جليج كلشي ديال الكوزينات وديال هادشي كلشي. وعيت ما نهدر اخويا، ولا لا اله الا الله، ما كاينش اللي عقل علينا وما كاينش اللي تسوق علينا. والله يجازيكم بخير، والله يجازيكم بخير، والله يرحم الوالدين. واخويا الله يجازيهم بخير، الا بغاو يعاودوا يجيو يشوفوا هذا الشيء راه مرحبا، راه اي وقت انا هنايا تيقول لك غنجيو غنجيو غنجيو، حتى واحد ما كيجي عندنا وحتى واحد ما كيطل علينا. بالنسبه للناس اللي جيناكم ما قدرتش انك تصيفط شي جيران اخرين؟ والو والو، عيت ما نهضر، لحت عليهم العار وطلبناهم وقلنا لهم حنا نتعاونوا معاكم الا كنتوا باغيين تصالحوا، ما داروا معنا حتى شي حاجه. باغي نتعاونوا معاهم الا كانت شي حاجه، ولكن راه ما كاينه حتى شي حاجه خويا، ما باغيين يصالحوا ما والو. عندهم القوادس من السطح حتى للزنقه، كلشي مفرقعين وكلشي كيعطيونا الماء، وكتصب الشتا كيولي هذا الماء كيخرج لي انا من الحيوطه الا صبات الشتا. دابا راه مازال ما كاينه لا كاين يديو لي الحيوطه بزاف، لا في الطاجات البروميان والدوزيام والتروازيام تيندي لي هذاك الشيء بزاف كاع. ورعيت ما نهدر وما كاينش اخويا، انتوما لقيتكم الله يجازيكم بخير، جيتو خديتو معايا الغرض. الله يرحم لك الوالدين والله يجازيكم بخير. بارك الله.